طبعاً لازم أغسل عيني واحدة واحدة حتى ما أطق حواجبي أبد. هسه حطت لي السولوشن الثانية. Hello guys, welcome back to my channel. إذا أنتوا جديدين هنا لا تنسون تسوون سبسكرايب, وإذا راح تحبون هذا الفيديو سووا لي thumbs up. طبعا اليوم ما أخذتكم وياي, دا أروح أسوي حواجبي. طبعا هي يسموها eyebrow lamination, راح أحط لكم صورة قبل وبعد شلون لازم تغير حواجبي. هاي أول مرة بحياتي أسويها, فراح أخذكم وياي. أنا بعد 5 دقائق وموعدي, فخلي أشوفكم شنو سويت الصبح بين ما أوصل وأشوفكم هناك. Guys, أول شيء راح أسوي هسه exercises. أريد أسوي exercises مال خلفية, وراها أسوي exercises مال بطن. طبعاً أنا حاطة اللابتوب ماتي هنا وراح أتبع نفس الخطوات. وذاتس إت, هذا كل اللي أسوي. نقول 30 دقيقة من يومي أسوي بها هاي الexercises, لأن اليوم ما راح أقدر أركض برا. فهسه راح أكمل هذا الexercise ماتي وشوف إيش راح أسوي. طبعا راح اترك لكم الفيديو للاكسرسايز, راح اترك لكم الفيديو اللي اني اتبعه حتى تشوفوني, واللي يريد يسوي نفس الاكسرسايزز مالتي يقدر يسويها. طبعا خلصت الاكسرسايزز مال مؤخره, هسه راح اسوي اكسرسايزز مال بطن. طبعا انا اوريدي عرقانه بس اتس اوكي. طبعا الفيديو شنو هي تسوي؟ اسوي وياها, وهي اصلا حاطه حساب, يعني تبلشون الفيديو تنهو وياها, لان هي دا تحسب لكم. مثل ما شفتوا خلصت الرياضة مالتي, وهسه راح أسوي ريوق سريع بيض وطماطة, وعندي لحم مفروم راح أسوي كلية سوا. عندي هنا لحم مفروم, عندي هذولي تشيري توميتوز هسه أقصقصهم. الصبح دائما من ناكل تكون بيض ويا فتشي, فأكثر شي نحط يا أما طماطة, أروقلة. والله يمكن أحط أروقلة هاليوم هم. طبعا موعد حواجبي بالثنتين, فبعد تقريبا 3 ساعات فعندي وقت أسبح, أعدل نفسي وأتجهز وأطلع. وراح أضيف شوية أروقلة, باعوا أحب الطماطة هيك يصير شكلها قبل ما أضيف الأروقلة. راح أضيف هاي الأروقلة, تشوفوه كليته راح أخلصها, لأن راح يزرق حجمها كلش. باع الخضروات قد قليلة صارت, هسه راح اضيف شوي اللحم. طبعا اللحم اوريدي مطبوخ, فبس انتظره يحمى قبل ما اضيف البيض. فواحده من بيضاتي الصفار مالتها تكسر, but it's okay. It's okay. اضيف شويه فلفل اسود وملح. باعوا اشوف لكم شكلها شو راح يصير. باعوا هذا هيك راح يصير شكلها, انتظرها تنطبخ. That's it guys, مثل ما شفتوا فده انتظر البيض يصير, وراها اكل, افوت اسبح, اتحضر حتى اخذكم وياي للموعد مالتي مال حواجب. I'm so excited لان بحياتي ما مسوي هاي التريتمنت مال حواجب, وما اعرف شلون راح يطلع حواجبي شكلها بالاخير. واصلا بصراحه بحياتي كلها بدون كذب, عمري 25 سنه, بحياتي كلها ما حد طاخ حواجبي غيري. تشوفون ما حد طاخهم قبلي. So اليوم نشوف ايش راح يصير. باخذ علي جلد احمر, كان نايم على خده, باخذ جهه كليتها حمراء.
دير تشوف الحمار ايو ناحس بيه. اهم شيء الالوان بالاكلة اللي هو الطماطة والخضروات اهم شيء عندي، ما ادري تفتح النفس. I speak in Arabic, so I'm not cussing you out or anything, okay? Guys, وصلت هسه للمكان، راح نبلش نسوي حواجبي، نشوف ايش راح يصير. هاي هسه حواجبي بدون اي شيء، حتى رسم ما رسمتهم، فخليني اشوف ايش راح يصير. قربتكم حتى تشوفون اكثر، راح اقدر افتح عيني وفتحت الضوء، so we're all good. طبعاً هسه حاطت مادة على ماتي الحواجب حتى يبقون باتجاههم، يعني بيسكلي إذا تحاول تغير الاتجاه مال الحواجب. أوكي، طبعاً هسه حطت لي هذا الكلير راب عليهم حتى تتركهم تقريباً 15 دقيقة هيك ياخذون قالب. فأنا ما أعرف شنو اتوقع، لان هاي اول مره بحياتي مثل ما قلت لكم احد يلزم حواجبي، اول مره بحياتي احد يلزم حواجبي ويلعب بيهم. سحبت لي السولوشن الثانية حتى تخليهم واقفين أكثر. طبعا أنا أوردي دا أحس بالفرق، دا أحسهم أوردي واقفين أكثر، متمشطين أكثر. So we'll see. رابي شي وقف الشعر. خلصت كل شيء. طبعا اللي يسألني هذا اسم المكان بهيوستن بيوتوبيا، دائما اروح لها، هي نفس المكان اللي اسوي بيه السكين كير وكل شيء. طبعا حواجبي راح تبقى هيجي دا تشوفون عليها جل وموقفيها حتى تبقى واقفة ولمدة 24 ساعة. ما اقدر اغسل وجهي، لازم ما احط اي شيء علي لا مكياج ولا اي شيء حتى يبقى الشعر هيجي واقف. اوريدي دا احس انه حواجبي بينت اذخن، اعرض شوية ويا رب يبقى هيك واقف، لان مثل ما تعرفون اني حواجبي لازم 24 ساعة امشطهم حتى يصيرون بهالطريقة. So هذا اللي صار. I think I like it so far. Guys طبعا هسه رجعت للبيت تشوفون حواجبي. كلش حبتهم. لازم عندي اشياء اضمضمها لين دا اروح لاستن، دا افلت من العاصفة اللي راح تصير بهيوستن، هي عاصفة مطرية واني ما احب جو الامطار وهيج شيء. بصراحة عاجبني اروح لللايك، مصورت لكم اني فيديو هناك باللايك وشنو اسوي. وذاتس ات، تريدون اشوف لكم شنو راح اضم؟ تعالوا خليني اشوف لكم. طبعا بيجي سفرات قصيرة ام اليومين، اخذ وياي بس هيجي جنطة صغيرونة احط بيها بس المكياج مالتي. المهم اخذت هذول الجينزات مالتي، واحد ابيض وواحد هذا، مجربة جينزاتي وياكم بواحد من الفيديوهات. وعندي هذا الشورت هم راح اخذه مجربته وياكم من ذا كريبت. وراح اخذ هذا اللي يكون مثل قميص عريض حتى جوه اقدر البس maybe something like that or لحد هسه ما مقررة 100% شنو راح البس جوه. و هذا هم جربته وياكم، صار لي هواية ابدا افكر البسه بس ما تصير فرصة، فراح احاول اسوي اوتفيت والبسه واخذ صور. طبعا انا من اخذ اوتفيت مو معناها عندي هو كوما طلعات، لا انا من اخذ اوتفيت حتى اخذ بهم صور، مرات يمكن اطلع حتى بس اخذ صور وارجع. يا والله انزين. هذا بجربته وياكم من فاشن نوفا، هذا صار لي كلش هوايه مشتريته ومدى البسه اللي شفتكم عالم لبسه منه وشويه ضجت، بس بصراحه عاجبني احطه باوتفيت لان هي القطعه اني احبها. واخذت هذا البكيني مالتي ويا هذا حتى اغطي بيه، واخذت هذا اقدر البسه هيجي، يعني
طبعا عندي هاي جنطة كلير دائما استخدمها لهيك اشياء اللي هي الفيس واش، الكريمز مال وجه اللي عندياهم بالحمامات، الاي كريم، الاس بي اف المعطر، الريحة مالتي، يعني اشياء لها علاقة بالسكين كير والحمام والهير كير. وهاي احتاجها لان ما مسوية شعري. طبعا كل شوية راح اطلع لكم الشكل، بس والله شعري ضوجني وما ادري يعني طلع تو ماتش. طبعا قررت شنو الاحذيه اللي راح اخذها. راح اخذ هذا فيرزاتشي تشين رياكشن، وراح اخذ هذا نايكي اير فورس 1 لان يرهم كل الاشياء. واني لابسه هذا دكتور مارتنز، ف وراح اخذ هاي الجنطه. ف ذاتس ات، اصور كل الاشياء خلصت. هاي الاكسسوارز مالتي طبعا راح ابقى بنفس لبسي، ما ادري اذا راح اقدر اخذ صور بالطريق او لا. That's it guys، خلصت كل اشيائي، لملمت بقى بس اللابتوب مالتي انتظره يشحن حتى وراها اضمه ونروح ننطلق الاستن. اذا حبيتوا هذا الفيديو وتونسوا وياي لا تنسون تسوون thumbs up، واللي بعده ما مشترك بالقناه لا تنسون تسوون سبسكرايب هنا. و that's it، خلي اشوف لكم حواجبي اخر لقطه. هاي حواجبي راح تبقى هيجي لمده 24 ساعه، ممنوع اغسلها، ممنوع اسوي لها اي شيء. وتابعوا ايش راح يصير وياي على الانستغرام، لان بصراحه this is where you're gonna see me، يعني كل يوم راح تشوفوني على الانستغرام ستوري او على سناب شات ستوري، بس انستغرام اكثر. و that's it، انا احبكم كلش هوايه واشوفكم على المره الجايه. باي.